كان لابد لنا من الرحيل مع نبي الله يعقوب، فلا أستطيع العيش من دونه في فدان. نعم يا زاهد، فإن المؤمنين بأخوتهم الإيمانية لهم أقرب لبعضهم من أخوة النسب. لكنني أخشى أن يبدأ نبي الله يعقوب حياته في كنعان بحزن وألم شديد يا تقي. تقصد راحيل؟ نعم راحيل. يقولون إنها في مرض شديد وهي في حالة وضع حرجة. ماذا لو أصابها مكروه؟ كيف سيكون حال يوسف؟ أو كيف سيكون قلب يعقوب النبي؟ لا أعرف أي خبر يمكن أن تتلقاه يا نبي الله. إنها سنة الحياة، إنها الأقدار والأعمار. راحيل، تماسكي تماسكي يا راحيل. إنها في حالة إعياء، قد لا تستطيع تحملها. أتمنى أن تقومي ليوسف، فهو في أشد الحاجة إليك يا راحيل. أشعر بقرب نهايتي يا ليئة، أشعر بالموت يقترب مني. لا تقولي هذا يا راحيل، أطال الله في عمرك. يوسف ولدي، يوسف هو أمانة في عنقك، فلا تفرطي فيه يا ليئة. ستقومين يا راحيل بإذن الله وتسعدين بالمولود الجديد. نعم نعم يا راحيل، كل شيء بقدر الله، فلا تخافي. أريد أن أرى ولدي يوسف، لعلها النظرة الأخيرة. وجلس يعقوب مع يوسف يتحدثان عن ولادة راحيل لطفل آخر يكون أخاً ليوسف، ولم يكن يعلم أنها النهاية، وأن القدر قال كلمته الأخيرة في راحيل. لقد ماتت راحيل يا نبي الله. وحزن يعقوب على موت راحيل، والأكثر حزنه على يتم يوسف عليهما السلام. يا نبي الله يعقوب، هو أمر الله وهو قدر راحيل. واندفع يوسف باكيا حزينا ينادي على أمه راحيل. لقد أنجبت طفلا جميلا. رحمك الله يا أختي الغالية، رحمك الله يا أم يوسف. ولدك أمانة في أعناقنا يا راحيل. يا يوسف اصبر يا حبيبي. وبموت راحيل انكسر قلب يوسف، والسؤال الآن، من سيتولى رعايته وتربيته؟ ورأى يعقوب زوجته في فراش الموت فاحتضن يوسف وبكى، فقد تيتم يوسف عليه السلام.
هكذا رحلت راحيل بعد أن ولدت بنيامين ليصبح يتيما منذ ولادته. يا عباد الله، يا عباد الله، ها هو يعقوب النبي قد أتى. أخي يعقوب، نبي الله، لقد مات أبوك إسحاق موصياً أن تحكم كنعان من بعده. أهلاً بك يا نبي الله. جاء يعقوب من بعد إسحاق ليحكم كنعان. هيا يا يعقوب، أريدك في أمر مهم. ودعا يعقوب ربه أن يعينه على تحمل هذه المسؤولية في رعاية أهل كنعان بعد موت إسحاق. لم أكن أتوقع يا زاهد كل هذه الحفاوة في استقبال نبي الله يعقوب. وكيف لا يا تقي، فهو من سيحكم كنعان بعد أبيه إسحاق عليهما السلام. أعانك الله يا نبي الله، وأفرغ عليك الصبر الجميل. الحزن على وجهه لا يفارقه، وذلك لفراق راحيل ويتم ولديه. أنا من سأتكفل بتربية يوسف يا نبي الله. يعقوب، سأربي أنا يوسف. لا، بل أنا من سيربي يوسف. ورفض يعقوب أن يعيش يوسف بعيداً عنه. يعقوب، أنا امرأة مسنة لم أنجب، وأريد أن يكمل يوسف عمره معي. لا تتحدثي يا فائقة في هذا، فهو لي. خذ يا يعقوب هذا قميص أبيك إسحاق، هذا ما أسميه رداء النبوة. أعانك الله على هذه التبعة والتركة الثقيلة. وعلم يعقوب أنه بصدد مهمة شاقة في بني إسرائيل، كيف يثبتون على الحق ولا يتجهون إلى البدعة والضلال وهوى النفس؟ فقد تركهم إسحاق على صراط مستقيم، وعلى يعقوب أن يكمل هذه المهمة ويهديهم سبيل الرشاد. وأخذ يعقوب رداء النبوة كما أطلقت عليه فائقة، وارثا له من أبيه إسحاق عليهما السلام. وبدأ مرحلة جديدة في الدعوة إلى الله في أرض كنعان. زيديني طعاما يا أمي مثل يوسف. أنا أعطيتكم جميعاً بالتساوي، فأنتم سبعة أبناء وأنا أعدل بينكم. هكذا يوسف مفضل دائماً، حتى إن أبانا يعقوب يحب يوسف حباً كبيراً. يوسف أمانة في عنقي، وقد أوصتني أختي راحيل به. ولكنك تحبين يوسف أكثر منا. هكذا بدأت الغيرة وبدأ الحسد من إخوة يوسف، وهو ما سيجعلهم أكثر جدلاً وبغضاً وضغينة ليوسف. ألا ترون أن أبانا يهتم بيوسف أكثر من اهتمامه بنا؟ نعم، وهذا الأمر يثير غضبنا ويزيد من بغضنا ليوسف. من ستكون له النبوة من بعد أبينا يعقوب؟ الأقوى ستكون له النبوة، وربما الأصلح. لكن المهم الآن هو كيف يميل قلب أبينا لنا بعيداً عن يوسف. أصبحت لا أطيق يوسف هذا،
لن يستمر الأمر هكذا أبدا، حتى عمتنا فائقة تحب يوسف وتعتني به عناية تثيرني وتزيد الغل والحقد في قلبي.